انت دايما بتتصرف هيك مع المجرمين اللي بتحقق معهم؟ ولا مرة تخيلت ضباط المخافر هيك؟ ليش كيف كنت مفتكرة ضباط المخافر يعني؟ ما بعرف بس مش مثلك. جوعانة؟ لا لا عم تطلع فيني هيك لأنه بعرف ومتأكد أنك عملتي جريمة ولازم تتعاقبي عليها، بس بنفس الوقت بحس أنه شو؟ إنه إنك مجرمة وبنفس الوقت مظلومة. دانيا، أنا بدي ساعدك. إذا بدك تساعدني، حط المجرم اللي قتل أختي بالحبس. فيك؟ فيك تخدمني وتزته بالحبس لباسم المجرم؟ طبعاً ما فيك. ما تؤاخذني، ما تؤاخذني لأنه عم بطلب من ضابط يكب المجرم بالحبس. طلب وقع مش هيك؟ ما تؤاخذني، ردني على الحجزة هون.